بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخواني الأفاضل وأخواتي الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله معنا في الدروس عن تعليم اللغة الإنجليزية. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أخواني الكرام، وإياكم خلف الميكروفون أخوكم عينات الأخان. في الدرس السابق أخواني الكرام تكلمنا عن الـ How to write paragraph in past simple، يعني كيف نكتب الفقرة في الماضي البسيط. وطبعا الفقرة اللي أخذنا كانت الفقرة بسيطة، والموضوع الكتابة الفقرة موضوع وسيع، وإن شاء الله في الدروس القادمة بنتكلم أكثر عن كتابة الفقرة في اللغة الإنجليزية. اليوم أخواني الكرام راح نتكلم عن الـ past simple with WH questions، يعني ماضي البسيط مع الأسئلة الـ WH أو الأسئلة المفتوحة. وإذا بنتكلم عن الـ past simple with yes no questions، يعني الماضي البسيط مع الأسئلة الـ yes no أو الأسئلة نعم أم لا، أو نسمي closed questions، يعني أسئلة المغلقة. وإذا يعني بنتكلم عن الـ past simple with alternative questions، يعني ماضي البسيط مع الأسئلة البديلة مع الأمثلة. وإذا عندنا أخواني الكرام vocabulary أو المفردات، فمثل ما قلنا أخواني الكرام في الدروس السابقة، المهارة الأسئلة والإجابة يعني مهارة مهمة جدا في اللغة الإنجليزية، يعني هاي المهارة تساعد في المحادثة والكلام، فعلينا يعني نعرف هاي المهارة أكثر. فنبدأ الدرس بالفقرة اللي أخذنا في الدرس السابق، What did I do yesterday؟ يعني ماذا فعلت وشو سويت البارحة. وهاي الفقرة أخذنا في الدرس السابق. اليوم يعني بنقرأ بالاختصار، وبعدين بنأخذ الأسئلة WH من هاي الفقرة، وإذا يعني بنأخذ الأسئلة الـ yes no من هاي الفقرة، وإذا يعني بنأخذ alternative أو الأسئلة البديلة من هاي الفقرة. فالفقرة نقرأ: السلام عليكم، my name is Ahmed and I'm 15 years old. السلام عليكم، أنا أحمد وعمري 15 سنة. I got up at 5 o'clock. أنا قمت على الساعة 5. I made ablution and then I went to masjid to pray fajr. أنا أتوضأت وذهبت إلى المسجد عشان أصلي صلاة الفجر. I came back home. أنا رجعت البيت. I took my breakfast and I got dressed. أنا تناولت فطوري أو وجبة الفطور. And I got dressed وتغيرت ملابسي. Next I went out and caught the bus. بعد ذلك ذهبت برا وركبت على البس. I went to school. Then I had lunch at 2 o'clock. أنا ذهبت إلى المدرسة وثم تناولت الغداء على الساعة 2. And I went to home وذهبت إلى البيت. فهاي الفقرة أخواني الكرام في الماضي البسيط بعد الـ I got من البداية لين 15 years old في المضارع البسيط، ومثل ما قلت من الـ I got إلى الأخير في الماضي البسيط. ونأخذ الجزء الثاني الفقرة: I prayed Zohar then I took a rest for 2 hours. يعني أنا صليت صلاة الظهر ثم يعني ارتحت لساعتين. Next I prayed Asr. بعد ذلك صليت صلاة العصر. Then I did my homework. ثم سويت واجبات المنزلية. Listen to Quran. سمعت قرآن الكريم. I prayed Maghrib. صليت صلاة المغرب. I dinner at 8 o'clock in the evening. تناولت العشاء على الساعة 8 في المساء. I prayed عشاء. صليت صلاة العشاء. Next I checked my emails. بعد ذلك رجعت أو تشيكت إيميلاتي أو البريد الإلكتروني. And finally I went to sleep. وأخيرا ذهبت أن أنام أو أن أرقد. فأخواني الكرام يعني هاي اللي كانت الفقرة، والحين نأخذ الأسئلة من هاي الفقرة. أول شيء نأخذ الأسئلة الـ WH، أسئلة المفتوحة أو open questions. أول سؤال عندنا: What's his name؟ يعني شو اسمه أو ما اسمه. His name is أحمد، اسمه أحمد. How old is he؟ كم عمره؟ شو الجواب أخوان الكرام؟ سهل جدا. He is 15 years old. هو عمره 15 سنة.
طبعا هاي السؤالين في المضارع البسيط، والحين نبدأ الأسئلة في الماضي البسيط. When did he get up؟ يعني هو متى قام؟ ما هو الجواب أخواني الكرام؟ He got up at 5 o'clock. هو قام على الساعة 5. وإذن ناخذ السؤال الآخر. Where did he pray Fajr؟ يعني هو وين صليت صلاة الفجر؟ نعم أخوان، شو الجواب؟ الجواب he prayed in مسجد، هو صلى في المسجد. When did he eat his lunch؟ يعني هو متى تناول الغداء؟ He ate his lunch at 2 o'clock. هو تناول الغداء على الساعة 2. What did he do after homework؟ يعني هو شو سوى بعد الواجبات المنزلية؟ ما هو الجواب أخوان الكرام؟ الجواب he listened Quran، هو استمع للقرآن الكريم. فغير هاي الأسئلة أخوان الكرام، مثل ما قلت هناك أكثر من هاي الأسئلة، فعليكم الحين يعني تبحثون الأسئلة WH من الفقرة وبعدين تتجاوبون على الأقل 3 أسئلة. والحين نأخذ من الفقرة yes no questions، أو الأسئلة نعم أم لا، أو الأسئلة مغلقة. هاي نسمي yes no questions لأن الجواب لهاي الأسئلة بيكون في نعم أو لا، يعني بدون أي تفاصيل. فنبدأ بالسؤال الأول. Is أحمد 17 years old؟ يعني هل أحمد عمره 17 سنة؟ السؤال يعني بسيط وسهل. الجواب no he isn't، لا هو لا. السؤال الثاني is he 15 years old، يعني هل عمره 15 سنة؟ yes he is، نعم هو. هاي سؤالين أخوان الكرام من المضارع البسيط، والهي ناخذ الأسئلة في الماضي البسيط. did he pray Fajr at home، يعني هل هو صلاة الفجر في البيت؟ ما هو الجواب أخوان الكرام قبل ما أجوب؟ الجواب هو no he didn't، لا هو لا. Did he pray Fajr at masjid؟ هل هو صلاة الفجر في المسجد؟ Yes he did، نعم هو صلى. وناخذ أيضا أخوان الكرام السؤال الآخر. Did he take breakfast؟ يعني هل هو تناول وجبة الفطور؟ شو الجواب أخوان الكرام؟ جواب سهل. Yes he did، نعم هو. والسؤال الآخر. Did he go to park؟ يعني هل هو ذهب إلى الحديقة أو هل هو صار إلى حديقة؟ ما هو الجواب أخواني الكرام؟ جواب no he didn't، لا هو ما صار. والسؤال الأخير من ال yes no questions. did أحمد check his emails؟ هل أحمد راجع إيميلاته؟ فما هو الجواب أخواني الكرام؟ الجواب yes he did، نعم هو. فعليكم أخواني الكرام يعني الحين تبحثون على الأقل 3 الأسئلة ال yes no من الفقرة وبعدين تتجاوبون. وناخذ الحين أسئلة البديلة أو alternative questions. مثل ما قلت أخوان الكرام في الأسئلة البديلة عندنا خيارين، يعني مثلا في السؤال بنكون عندنا خيارين ونحن يعني بنختار خيار واحد. على سبيل المثال أول سؤال عندنا did أحمد get up at 5 o'clock or at 6 o'clock، يعني هل قام أحمد على الساعة 5 أو على الساعة 6؟ فما هو الجواب أخوان الكرام؟ الجواب سهل. he got up at 5 o'clock، يعني هو قام على الساعة 5. والسؤال الثاني did he pray Fajr at masjid or at home، يعني هل هو صلاة الفجر في المسجد أو في البيت؟ يعني الحين في هاي السؤال عندنا خيارين، هو صلاة في المسجد أو في البيت. فالجواب سهل. he prayed at masjid، هو صلاة في المسجد. did he listen أناشيد or Quran، يعني هل هو استمع للأناشيد أو القرآن؟ عندنا خيارين، فما هو الجواب؟ he listened Quran، هو سمع للقرآن الكريم. فعليكم الحين أخوان الكرام أن تكتبون مثل ما قلت 3 أسئلة alternative questions، يعني أسئلة البديلة مع إجابة من الفقرة اللي أخذنا، وإذا 3 WH questions وثلاثة أيضا yes no questions مع الإجابة. والحين نأخذ ال vocabulary أو المفردات. أول الفعل اللي عندنا buy يعني يشتري، حالة ثانية bought يعني شرى، حالة ثالثة bought، حالة رابعة buys، حالة خامسة buying. والفعل الثاني اللي عندنا cancel يعني يلغى، حالة ثانية cancelled، حالة ثالثة cancelled، حالة رابعة cancels، حالة خامسة cancelling. والفعل الثالث اللي عندنا change يعني يتغير أو يغير، حالة ثانية changed،
حالة ثالثة changed، حالة رابعة changes، حالة خامسة changing. والفعل الرابع اللي عندنا count، يعني يحسب أو يعدد. حالة ثانية counted، حالة ثالثة counted أيضا، حالة رابعة counts، حالة خامسة counting. والفعل الخامس اللي عندنا fall، يعني يسقط. حالة ثانية fell، حالة ثالثة fallen، حالة رابعة falls، حالة خامسة falling. فعليكم أخوان الكرام الحين أن تكتبون الجمل من الحالة الثانية والحالة الأولى. طبعا الحالة الثانية مثل ما قلنا في الماضي البسيط، في جملة ثابتة نستخدم حالة ثانية، وفي جمل السؤالية والجمل المنفية نستخدم حالة أولى في الماضي البسيط. فانتهى درس اليوم أخوان الكرام. إذا عندكم أي ملاحظة تقدرون ترسلون على الإيميلي. وإذا أخوان الكرام لا تنسون أن تحطون تعليقاتكم، وجزاكم الله ألف خير على الحسن المتابعة. تابعونا من المزيد عن دروس، ولا تنسون من صالح دعائكم، والحمد لله رب العالمين.